أكثر من 80 عارضاً يشاركون في الطبعة الأولى لمعرض التعليم وتكنولوجيات المعرفة EduTech لتسليط الضوء على مختلف الفاعلين الرقميين والتكنولوجيات الجديدة في قطاع التكوين والتعليم. مبادرة تأتي في وقت يشهد فيه هذا القطاع في الجزائر طفرة حقيقية وزيادة محتبرة في عدد الناشطين في مجال الإلونيك. الجزائر لم تدخر أي جهد لإرساء البناء التحتية وتكوين الموارد البشرية بغية توظيف الرقمنة في خدمة التعليم والتكوين وتعجيل استخدام التقنيات الرقمية الحديثة لمواجهة التحديات التي يفرضها التعليم والتكوين الرقميين. الهدف والغرض منه هو الجمع بين مختلف الفاعلين الرقميين في ميدان الرقمنة مع مؤسسات تعليمية. استغلال التكنولوجيات والتقنيات الجديدة في قطاع التعليم أصبحت أكثر انتشاراً عبر العالم، خاصة بعد ظهور جائحة كورونا، الأمر الذي دفع بالعديد من الشباب الجزائريين لابتكار طرق وحلول رقمية لتسهيل التكوين والطرق التعليمية. خممنا على اون سوليوشن اللي تسهل الحياة لي زيكول لي زونسيون لي بارون و لي زيلاف. تما درك بلا سوليوشن هادي يقدروا يديروا دراري ديكور ولا دي زيكزام اون لين كيما ضربه كيغلقوا لي زيكول في الكوفيد، كانوا قادرين كان عندهم لا سوليوشن يكملوا يقراو من الدار. لافونتاج تاني سيكو درك عندك دراري في المسيت والمشكل سيكو باش تبعيهم سي ديفيسيل. ديكو وليدك يدير ان اكزام ولا تخرج اون نوت ولا انستونتانيمون تلحق في لابليكاسيون موبيل ولا في الويب. في سنه 2020 ما كانش يعني تم الغاء البكالوريا التجريبي، وبالتالي فكرنا في طريقه ولا في حل يمكن الطلبه اللي محرومين من التواصل مع الاساتذه ولا يعني حضوريا كيفاش يقدروا يجتازوا امتحانات تجريبيه في انتظار خوض غمار البكالوريا الرسمي. وبالتالي تم انشاء الشركه هذه وتم يعني اطلاق المنصه في جويليه 2020 ومكنت الطلبه من اجتياز امتحانات بكالوريا تجريبيه اليه تصحيح، بمعنى المنصه عن طريق الذكاء الصناعي يمكنها تقييم الاجابه وتعطي النقطه يعني نقطه الطالب وكذلك ما هي المحاور اللي هو مثلا فيه قوي ولا مثلا غير متمكن فيها. ابواب الطبعه الاولى من صالون EduTech ستكون مفتوحه الى غايه 29 اكتوبر بقصر المعارض لتكون فرصه للعارضين واصحاب المشاريع المبتكره والمشاركين من مختلف المعاهد والجامعات لتبادل التجارب والخبرات في المجال.